وأخيراً وصلوا المشجعات. يا خاسرات، هل تفتحون الباب لي فعلاً؟ من الجيد أنكم وصلتم، لقد حصل شيء هنا لم نتوقع أن يحصل. أوه جيجي، لا تخبريني أن باتريك قد قبل نوبا. لا، ليس هذا الأمر. أوه ماروسيا، هل انفصلت عن أرتيم؟ لا فتيات، لن تحزرن ما هو الأمر. لماذا أنتم صامتون؟ هل تحاولون أن تضايقونا؟ يانا اهدئي، الغرفة مليئة بالدموع، إنها الخضراء، إنها تبكي منذ أن غادرتي. رأسنا وأذنينا على وشك الانفجار. أوه هل الخضراء تبكي؟ هذا مثير للاهتمام. حسناً فتيات، هيا بنا، نحن لا نهتم إن كانت تبكي أم لا. أجل، توقفوا عن التحدث. مشجعات. هاي، هدئوا الخضراء، يمكنكم سماعها تبكي ليس فقط في غرفتنا ولكن في جميع أرجاء المنزل. ماذا إن حصل لها أمر سيء؟ حلوا الأمر. حسناً فتيات اهدأوا، سنحل الأمر. لا تلحقوا بنا. أجل، لقد تعبنا. حسناً. هيا يا مشجعات، حلوا الأمر. أتعلمون، أشعر بالأسف على الخضراء. أنا أيضاً لم أشعر بالأسف على أحد من قبل، لكني أشعر بالأسف عليها. حسناً فتيات، هيا بنا. واو، حقاً إنها الخضراء تبكي، وكأنه فيل يبكي الآن. ماذا إن كان هناك شيء سيء قد حصل فعلاً؟ حسناً فتيات، لنذهب ونسألها، لنسألها ماذا حصل. اسمعوا، من الأفضل أن تذهبوا بدوني. ماذا إن كان سمايل هناك يحاول تهدئتها؟ لا أريد رؤية هذا. حسناً ديانا. حسناً، سأنتظركم هنا. حسناً ديانا. سنخبرك كل شيء بالتفصيل. هيا بنا يانا. هيا يا خضراء، لماذا تبكين بصوت عال؟ اصمتي. يا إلهي، هل كنت تبكين منذ الصباح؟ أنتن، لا أريد رؤيتكن، دعوني وشأني الآن. هاي يا خضراء، لا تكوني متأمرة، لا تقولي لنا ماذا نفعل. اسمعي يا خضراء، بما أننا المسؤولون هنا، طلب منا الخاسرون أن نطلب منك التوقف عن البكاء، إذن اصمتي. أنتم لا تفهموني، اخرجوا من هنا حالا. يا خضراء، يبدو أنك لا تفهميننا. اسمعينا جيدا يا خضراء، اهدئي الآن أو اخرجي وابكي خارجا. لن أتوقف عن البكاء حتى تأتي ديانا إلى هنا، أريد أن أتحدث معها. واو، الخضراء تريد التحدث إلى ديانا، وهل ستخبريها بذلك؟ لماذا أنا؟ أنت أفضل. لا أنت، دعوها تأتي بسرعة بسرعة، وإلا سأبكي بصوت أعلى. إذن فتيات، هل قمتم بتهدئتها؟ أسمعها ما زالت تبكي. ديانا، لم نتمكن من التحدث معها. ديانا، إنها لن تهدأ، قالت أنها تريد التحدث معك. ماذا؟ أنا؟ ماذا تريد أن تقول لي؟ ديانا لا تقلقي، يمكنك الذهاب، سمايل ليس هناك، إنها تبكي وحدها، تريد أن تتحدث معك فقط. أنا لا أفهم، أعتقد أنها مخادعة. ديانا أرجوك اذهبي. حسنا، سأذهب الآن وسأوقفها عند حدها للأبد. حسنا ديانا. يا خضراء، ما المشكلة؟ ماذا تريدين أن تقولي لي؟ تحدثي، أنا أستمع إليك. ديانا اجلسي، ستكون محادثة جدية. لا يا خضراء، أنا لن أجلس بجانبك، تحدثي بسرعة، قولي ما تريدين. لماذا تبكين طوال اليوم؟ لا ديانا، هناك مشكلة، ليست فقط مشكلتي، إنها مشكلة الجميع هنا. أوه عزيزتي، لا يوجد شيء مشترك بيننا، لندخل في صلب الموضوع وإلا سأمشي. لا 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 ديانا، لا تذهبي. أتعلمين؟ سمايل سيغادر، إنه سيتركني، إنه يتركني. سيذهب. سيذهب؟ إلى أين سيذهب؟ هل سيغادر سمايل المخيم؟ أجل ديانا، سيغادر المخيم، لا يمكننا أن نسمح لهذا أن يحدث. اسمعي يا خضراء، أولا لقد انفصلنا عن سمايل، لماذا علي أن أوقفه؟ ديانا عليك أن تساعديني، إن غادر سمايل سأصادق كوستيا. أجل سيصبح كوستيا صديقي، وصدقيني سأفعل هذا. اسمعي، أنا لست متأكدة أنك تستطيعين مصادقة كوستيا، لكني سوف أساعدك لأنك فتاة مثلي. حسنا يمكنك أن تطلبي مني ما شئت. شكرا جزيلا لك. ديانا، ما الأمر؟ فتيات، سأخبركم كل شيء لاحقا، لكن أولا علينا أن نجد سمايل. هيا بنا. حسنا رفاق، هذا آخر يوم لي، سوف أشتاق لكم. اسمع سمايل، توقف، سوف تبدأ المدرسة قريبا وسوف نغادر معا. حقا ستغادر وتتركنا وحدنا مع الخاسرون؟ أجل، هذا غير منصف. هيا يا رفاق اهدأوا.
أتيحت لي الفرصة أخيرا للخروج من هذا المعسكر. لا شيء يبقيني هنا. انفصلت عن مولي وتركت ديانا منذ فترة طويلة. مغامرات جديدة وعلاقات جديدة تنتظرني. إسمايل، ماذا ستفعل إذا جاء شاب جديد إلى هنا وتواصل مع مولي أو ديانا؟ ماذا ستقول حينها؟ يا رفاق، لماذا غادرت؟ أنا خائف جدا. أنا لا أهتم حقا بمن ذهبوا حتى الآن. دعنا نذهب للتدريب. إسمايل، إسمايل، ربما تغير رأيك. براوز، دعه يغير رأيه. أعتقد أن هذا مستحيل. أتمنى أن لا يجدونا. يا أولاد، أين أنتم؟ أرتيم، ها أنتم يا أولاد. كيف وجدونا؟ أتمنى لو لم يرونا. ماذا تريدون؟ نريد أن نتمرن على حفلة الرقص. المدرسة ستبدأ قريبا وسنقيم حفلة رقص. علينا أن نتمرن. باتريك تركني، لا يوجد لدي رفيق. أجل جيجي، تركتك ولن أرقص معك. حسنا أولاد، هيا لنرقص. لكن لا تدوسوا على أقدامنا، إنه ليس فتى مهذب يمكنه أن يرقص معي. لماذا تحدق بي؟ انظروا إليه، إنه سيء المزاج. باتريك، هيا لنرقص. جيجي، لقد انتهينا، دعيني وشأني، تفهمين؟ باتريك، لم أنتهي منك بعد، قصتنا بدأت للتو. اسمعوا فتيات، سمايل سوف يغادر. سمايل سيغادر المخيم. إنه سيغادر المخيم. ماذا؟ كوستيا، 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 أتعرف أين سيذهب سمايل؟ ديانا، أنت لا تحتاجين إليه. علينا فقط أن نجده الآن. لماذا تسألون عن سمايل؟ قلت أنك لا تحتاجينه. ديانا، ألا تريدين تقبيل كوستيا؟ إذن لا تعرف أين سمايل الآن؟ لا ديانا، يبدو أنه لا يعرف أي شيء. حسنا فتيات، كوستيا، امنحني دقيقة. حسنا، لا يعجبني هذا. لماذا تبحث عن سمايل؟ سمايل، سمايل، لماذا لا تبقى هنا؟ اسمعوا يا رفاق، لقد اتخذت قراري. سيغادر سمايل غدا، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك الاسترخاء. أجل، سمايل سيغادر، لكن نحن سوف نبقى هنا. لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لكم. سمايل سيغادر، سمايل سيغادر، سمايل سيغادر. أجل، لا تفرحوا كثيرا، سوف أعود إلى المدرسة. أعرف أنكم سوف تتصرفون بشكل سيء. أجل، سيغادر سمايل، لكننا سنبقى. براوز، لا تبكي، أعتقد أننا سنتدبر أمرنا. سمايل سوف يغادر؟ أجل، سوف يغادر. أجل، سوف نبقى وحدنا في هذه المدرسة. انظر سمايل، حتى الخاسرون يبكون. سمايل، لماذا لا تبقى؟ هاي رفاق، لماذا تبكون على سمايل؟ أجل لم يفعل لكم شيئا جيدا. أجل لقد كان يضايقكم. سمايل هناك، أستطيع رؤيته. سمايل تعال هنا، تجل التحدث معك. فتيات، ماذا تريدين ديانا؟ رفاق، ماذا حصل؟ سمايل، ماذا يعني هذا؟ هل ستغادر حقا؟ أنت لم تقل لي أي شيء. ووو، هاي اسكتوا، تابعوا الرقص وانشغلوا في أموركم. أجل ديانا، سوف أغادر ولن أعود إلى هذا المخيم. واو سمايل، ماذا قلت؟ اسمع، لا يمكنك أن تقرر هكذا. جئت بك إلى هذا المخيم كي تمرن الخاسرون. حسنا ديانا، لماذا أنت غاضبة؟ لم نعد أصدقاء، يمكنني أن أفعل ما شئت. سمايل، هل ستغادر حقا؟ أجل، لن أكون هنا غدا. يانا، سوف أذهب مع سمايل. لا تجرأ على قول هذا. حسنا، لن أمرر الخاسرون بدون مساعدة سمايل، لن يستمعوا إلي. لا تقلق، المشجعات هنا للمساعدة. لماذا أنتم سعداء؟ هل أنتم فرحون لأن سمايل سيغادر؟ كونوا لديكم حصة إضافية. لقد أنهينا التمرين للتو. لا يهمني، حصة إضافية أخرى. واحد، اثنان، ثلاثة. لكن نحن لسنا مشجعات، هيا لنتمرن وإلا غضبت منا المشجعات. واحد، اثنان، ثلاثة. سمايل توقف، أنا أتحدث إليك. ستغادر حقا؟ أجل، هذا صحيح. اسمع، هل تريد تلك الخضراء أن تبكي طوال اليوم؟ لن أقضي إجازتي هنا، لا. سمايل، قلت ما عندي. ديانا، ديانا، إذن ما الأمر؟ سمايل حقا سيغادر المخيم. إذن ستبقى الخضراء تبكي. أردت مساعدة الخضراء. فتيات، كوستيا سيساعدنا. كوستيا؟ أجل هيا بنا. تبا، لقد سرقوا سروالي مرة أخرى. ماذا يعتقدون بحق الجحيم؟ لابد أنه ماكس، لقد سرق سروال ماكس وبراوس. سأجده وأعاقبه. كوستيا، 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 كوستيا،
وجدتك وأخيرا. نعم ديانا، هل تبحثين عني؟ أوبس. إذن كوستيا، ها هي الصفقة، هل يمكنك أن تساعدني هنا؟ أنا حقا أحتاج هذا. لا ديانا، لا يمكنني. كوستيا أرجوك، أحتاج إلى هذا، إنه يعني لي الكثير، أرجوك ساعدني. ديانا أعطيني وقتا لأفكر. كوستيا، إنها قادمة. ديانا، ما الأمر؟ فتيات، كوستيا لا يريد مساعدتي. يساعدك؟ لماذا؟ إن غار إسماعيل فإنه لن يغادر. ديانا، لا أعتقد أن هذا سينجح، هذا لن يوقف إسماعيل. إسماعيل، هل ستغادر؟ لا تفرح، سوف أعود. ماذا إن لم تعد؟ ثقوا بي أيها الخاسرون، سوف أعود وسوف أجعلكم تتمرنون بشكل أقوى. حسنا، اهدأ، لا تحاول إخافتنا. هيا يا رفاق، قولوا الحقيقة، من سرق سروالي؟ لقد اختفى زوجاني من السراويل. لا، لدي خاصتي. وأنا أيضا. حسنا يا رفاق، أنا أصدقكم، دعوني أتحدث إليكم، هيا لنذهب بسرعة. إذن أتعرفون كيف أساعد ديانا؟ كوستيا، نحن لا نعرف، لم نقم بهذا من قبل. وأنا أيضا لا أعرف كيف سأقدم لك النصيحة. هكذا. ماذا؟ هكذا وهكذا؟ كوستيا، ربما هكذا. هكذا. حسنا رفاق، شكرا، فهمت. إذن مولي، إسماعيل سيغادر، لم أستطع إقناعه بالبقاء، أنا آسفة. سوف يغادر؟ توقفي عن البكاء. ديانا، إنها مشكلة الخضراء، عليك أن تبقي خارج المشكلة. أفضل أن أراها تبكي في المخيم على أن تضحك. حسنا فتيات، اهدأوا، علينا أن نساعدها، إسماعيل يعني لي الكثير، كنا صديقان. هاي مولي، توقفي عن البكاء، هناك طريقة واحدة حتى يبقى إسماعيل، علينا أن نجعله يغار. نجعله يغار؟ لكن لا أحد يحبني هنا، أنا لست مثلك، الجميع يقعون في حبك. هناك شخص واحد يمكنه أن يجعل إسماعيل يغار. ديانا، من هذا؟ ديانا، أنا مستعد، يمكنني أن أقدم المساعدة. كوستيا، لم نتوقع أن نسمع هذا منك. شكراً لك. أيمكنك أن تمثل أنك وقعت بالحب أنا والخضراء؟ ديانا؟ كوستيا، أرجوك. كوستيا، أنا مدينة لك. حسناً، هيا بنا. أوه يا إلهي، هيا لنذهب ونرى. هيا بنا. إسماعيل، هل ستغادر الآن؟ حسناً يا خاسرون، وداعاً، أراكم لاحقاً. أجل، اذهب، اذهب. ديانا، إنه لم ينظر إلينا. مولي، أنا مصدومة أيضا. حسنا مولي، هذا يعني أن إسماعيل لا يهتم بك أيضا. أيمكنني الذهاب؟ أنا مصدومة، إسماعيل لا يهتم بي أيضا. حسنا فتيات، لا تغضبوا، سترونه في المدرسة. رفاق، لقد غادر إسماعيل المخيم، لقد انتهى الأمر. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانتظروا المزيد من الحلقات. وداعا.